سألت لي فوق. هقول لحضرتك على سؤال لحلقتنا. لما واحدة فينا تيجي تقف قدام المراية وتحط ميك اب، اوكي، وفجأة تلاقي وجهها وجه حد تاني، هتقولي لي في الحالتين، لو حد بتحبه وحد ما بتحبوش، ولو كان الشكل كويس ولو كان الشكل مش كويس، يبقى ايه؟ لا بصي بقى يا ستي، اولا الشخص نفسه ما يبص في المراية. لو واحدة متزوجة ده حمل ليها، لو واحدة بنت بتكون ليها زواج. طيب اما يكون راجل، اما يكون راجل معنى كده انه هيمشي على خطى حد معين، يشوف مين الشخص اللي ظهر له في الرؤية، سواء بنت او راجل، بس انا بتكلم يعني لو واحد هو الواقف او ست اللي واقفة في المراية وشاف الشخص اللي قدامه مش هو، يشوف الشخص اللي قدامه دوت ايه حياته، شكلها ايه، علشان ممكن يكون قدريا هبقى زيه في حاجات معينة. طيب لو لقيت نفسي قلت لك زي دوت، الاتجاه ده بيكون زواج ذريه، الموضوع ده مؤكد جدا بامر الله تعالى. بالنسبه للشخص لو شاف نفسه في المرايه كراجل وشاف نفسه هو معنى كده ان هو فعلا اللي اتمناه هيلاقيه فعلا، وربنا هيكرمه بيه، بيبقى رزق مقبل على الرأي. طب ولو حد يعني حد مش كويس، حد وحش او شكله مش كويس خالص، يبقى ده ياخد باله، ده انذار. بصي الرموز خفيفه قوي، يعني الواحد ممكن يفسرها لنفسه بطريقه بسيطه، ان هو يشوفه دوت انذار له. طيب انا بقول لك الرموز بسيطه وممكن واحد يفسرها لنفسه، بس لما تيجي مع سياق رؤيه كامله ممكن تلاقي الاتجاه اختلف معانا تماما. أيوة. هنا متمكيش واقف قدام المرايه، دوت تجميل لحياته وارتباطات ورزق وخير، ده لو واقف قدام المرايه. اما لو كان بقى مش قدام مرايه بيبقى لها تاويل تاني خالص. عارفه يا دكتور، انا اللي انا عايز اساله، عشان حضرتك تفسيراتك كتير قوي بتصدق معانا. الحمد لله. الحمد لله.